في إطار حملة الإغاثة الوطنية، الإمارات معك لبنان، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله، تستمر عملية توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية في لبنان. ومن هذا المستودع المستحدث للمساعدات التي يتلقاها لبنان من الدول الشقيقة والصديقة والجهات المانحة في واجهة بيروت البحرية، عرضت لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية آلية تنظيم استقبال المساعدات وتوزيعها بما يضمن الشفافية وحسن الإدارة وضمان عدالة التوزيع. كل ما نحصل عليه عم ننشره، وكل ما نوزعه أيضا ننشره. هذا جزء متعلق ب موضوع الشفافية، ولكن توزيعها عم يكون عبر غرف العمليات عند المحافظين. المحافظين هم مسؤولين حكوميين في مناطقهم، عم يتم العمل مع المحافظين لتوصل هذه المساعدات لأكثر ناس مستحقين، على أمل ونكمل يعني الحوار والعمل مع الأخوة الإماراتيين للحصول، وهم يتجاوبون بشكل كلي وبشكل رائع لتأمين المساعدات الإضافية لنصير نأمنها. الرسالة الأساسية اللي اجته من الإمارات، من القيادة السامي في الإمارات، أنه أنت لست وحدك، أنه نحن هنالك تضامن مع هذا البلد، مع هذا الشعب حقيقة. وهذه الرسالة المعنوية بهالظرف الصعب هي أنا برأيي كتير مهمة. بالإضافة لذلك أنت عندك رسالة مادية كذلك كتير مهمة. نحن عم نحكي فوق 100 مليون دولار من المساعدات، من يعني المستلزمات الطبية، من الأدوية، من كذلك يعني مستلزمات الإغاثة. كمان هيدي كتير مهمة لما نحن بيكون عنا 1,200,000 نازح. مع بدء العملية اليومية لتوزيع المساعدات الإماراتية على مختلف المناطق بما في ذلك عكار وبعلبك والبقاع وجبل لبنان وبيروت، تكمن أهميتها في تخفيف الضغوط عن القطاع الطبي والصحي الذي تحذر منظمة الصحة العالمية من انهياره. الجسر الجوي الإماراتي مستمر لدعم الشعب اللبناني، تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتجسيداً لرؤية دولة الإمارات الإنسانية وسعيها الدائم لتخفيف معاناة الشعوب وتقديم يد العون في أصعب الظروف. لقنوات أبوظبي، غيدة جبيلي، بيروت.